وللمزيد حول ثورة تشرين معنا من بغداد عبر الهاتف النشطة في التظاهرات ناهد أحمد. سيدة ناهد، بداية أهلا بك. نبدأ من تحديد اللجنة المنظمة للتظاهرات يوم 30 حزيران موعدا لانطلاق ثورة كبرى لإسقاط النظام، كيف ترين ثورة تشرين بموجتها الجديدة المرتقبة والمقبلة؟ طبعا احنا مصرين، هو هذا يعني شنو معناته احنا مصرين وما راح يرجع العراق السابق عهده مال قبل تشرين، واحنا مصرين بانتفاضتنا ومتواصلين وان شاء الله نحقق تقدم كبير. واحنا الهدف مالتنا هي مو بس يعني احنا نوصل للخبرة ولا هدف الثورة، احنا نريد نوصل لهم رسالة. رسالتنا انه احنا نقدر نوصل وباي وقت اللي يناسبنا ونشوف ملائم لنا. وندك معاقلهم بنص الخبرة. نعم. هاي الرسالة لازم يعرفوها. نعم. وهذا اللي نريد نوصل لهم اياه. الدعوة تتزامن مع الذكرى، الدعوة سيدة ناهد تتزامن مع الذكرى 100 لثورة 20 ضد الاحتلال البريطاني. باعتقادكم وبحسب تقديركم، ما هي أوجه الشبه بين الثورتين، ثورة تشرين وثورة 20؟ تفضلي. طبعا هي اثنيناتهم ثورتين بين أوجه التشابه، أولا الشعب العراقي كله تبع دين أو شعب. ثانيا الشراره بدت من الجنوب، وهسه ثوره تشرين شرارتها بالحقيقه من الجنوب. نعم. فالجنوب يعني الصراحه يعني لهم ميزه خاصه، يعني اعتقد يعني لهم خصوصيه، يعني ثوريين جدا وشعب وكلش وطنيين، يعني مستعدين يضحون بالغالي وبارواحهم وبدمهم من اجل العراق. شيء اخر عندهم الانسان من ينقتل الا ياخذون بساره، يعني من ينقتل ظلم طبعا، يعني ما اقول لك اي قتل. نعم. من ينقتل ظلم طبعا، والدوله بالحالتين سابقا بال20 وحاليا تقتل الناس بدم بارد. نعم. وثاروا لهذا السبب وثورتهم بالحالتين الا جابت نتيجه. لازم يعرفون انه الاهالي والحكومه صارت بيناتهم ثارات. نعم. والجنوب ما راح يسكت. مو بس الجنوب، يعني حتى الوسط وهذا، لكنه الجنوب بصوره عامه هي الشراره دائما تنطلق من الجنوب، وهي هاي حقيقه. نعم. بحسب تقديركم سيدة ناهد، كيف أسهمت ثورة تشرين بتعزيز الوعي المجتمعي لدى العراقيين بضرورة أن يتشاركوا معا من أجل إحداث تغيير حقيقي على الأرض؟ الأضرار اللي صابت الشعب كله والطبقة الفقيرة، هم من اللي حاليا هي طبقتين عندنا، طبقة الحكومة هم مو أثرياء، هم حاليا اثرتهم الفساد والسرقات والنهب، واصبحوا المتنفذين بيدهم مقاليد الحكم وبيدهم الثروه. طبعا هم اللي يصيرون الاقوى، لكن باذن الله احنا والطبقه الثانيه انه احنا الثوار، الشعب بكل طبقاته احنا ضدهم. فاحنا صرنا كفتين، كفه الحكومه المتنفذه الفاسده، وطبقه الشعب السائر. خلينا نقول مو ثورة الجيع، لا ثورة كرامة. احنا صحيح تأذينا اقتصاديا، وهذا السبب أكبر سبب وسبب مباشر عنه ثورتنا، لكنه ثورة كرامة. احنا قبل كل شيء ثورة كرامة. سيدة احنا ناهد، ما راح نتراجع إلا بإسقاط هذه العملية السياسية الفاسدة. نعم. سيدة ناهد، باعتقادكم الشخصي، لماذا لم تدرك أحزاب السلطة بعد أنه من المستحيل أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل ثورة تشرين؟ لماذا لم يدركوا ذلك بعد؟ لا شوفوا أستاذ، أعطيك مثل، كل الطغاة بالعالم، كل الطغاة ما يدركون هاي الحقيقة، ما يدركون حقيقة الشعب إلا لما توصل لأطر دارهم. يعني كثير من الطغاة هاي التاريخ، لا تقرأ التاريخ، اكو طغاة قاعدين على موائد الاكل، قاعدين بيتسامرون، نايمين، قاعدين، وفجأة تدخل عليهم الثورة بكل ثقلها. فهم هذا حال الطغاة،
تغريد فلوس وتغريد منصب، المنصب بيده الصلاحيات وبيده الثروه وبيده حتى كل ودول كثير ساندته. يعني طبعا كان مالهم صراحه، غير مالهم على هذا الاستحمار اللي يشوه هم او الاستغباء او استقفال الشعب. يعني اكو سبب كبير لهذا الشيء. نعم. انه بيديهم السلطه والمال، بيديهم السلطه والمال وبيدي ودوله دول تدعمهم. يعني من اللي يدعمهم بصراحه؟ امريكا وايران. ايران اثنيناتهم يدعموهم. هاي مو بومبيو نشوفه قدامنا يجي ويدخل على الحكومه العراقيه ويتبادل وياهم الابتسامات والاحاديث الشيقه. نشوفهم قدام. فما ما ما فيش هذول مسنودين اسناد كلش قوي، يعني نعطيهم ضوء اخضر. الناشطة في التظاهرات ناهد احمد، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.